صباح الخير لكل اللي عم تابعونا اليوم، إن شاء الله يكون يوم خير وصحة على الكل. اليوم وصفتي هي سلطة الزهرة المقلية والمسلوقة. رح نعملها بنوعين لحتى اللي ما بيحب الزهرة المقلية بيحب المسلوقة كمان يقدر يستفيد من هاي الوصفة. أنا ما بعرف بحب كتير هاي المكونات، مع أنه هي مكوناتها شوي خريفية يمكن على شتوية، بس أنا هاي المكونات بحبها بالصيف أكتر. يعني هيك أطباق بحسهم بالصيف هيك أخاف ببردوا أكتر، يعني مو من الأطباق اللي مثلا بناكلها بنحس حالنا أنه شوبنا أكتر أو تقل جسمنا، لا، أنه هيك بتعطينا طاقة بتعطينا نشاط، وبنفس الوقت ما بنحس حالنا أنه هيك إحنا تعبنا منها. خلونا نبلش بالمقادير. رح بلش بالسلطة، سلطة الزهرة المقلية. هلأ أنا هون قليت الزهرة أكيد بزيت غميق مثل ما بنقلي البطاطا بدون أي إضافات، لأنه هلأ أنا رح تبلها ورح فرجيكم شو الإضافات اللي رح نحطها على الطبق. بس قبل كل شيء أنا هون عندي بالمقلاية كمون حب. الكمون الحب كتير بيطلع طيب مع هيك أطباق، مع الزهرة تحديدا. هلأ نحن بنستعمل الكمون الناعم، بس جربوا استعملوا الكمون الحب مع الزهرة وعن جد رح تلاقوا طعمة كتير طيبة، وخصوصا للي بيحبوا الزهرة. هون بمقلاية بدون أي إضافات أنا بس بدي حمص الكمون لبين ما يبلش هيك يعطيني تطلع ريحة الكمون ويبلش هيك يطقطق شوي. أكيد بنتبه عليه ما أحرق الكمون الحب. رح حمصه شوي بعدين رح ضيفه على الزهرة. هلأ هو المفروض الزهرة أنا أول ما أقليها طلعها من الزيت حطها بمصفاية لحتى تصفي كمية الزيت الزيادة، وبعدين دغري تبلها بملح وفلفل وهي سخنة. بس أنا ما تبلتهم لحتى نعمل كل الخطوات وتشوفوها قدامكم. هي حطيت شوية ملح، رح حط شوية فلفل، بعدين هلأ بس يتحمص عندي الكمون دغري رح أضيفه على الزهرة، وهيك بيكون بتكون الزهرة صارت جاهزة عندي. هلأ هون عندي خضار أنا منقية، الخس، الجرجير والنعناع. هلأ الخس مشكلة، يعني عم بستعمل الخس العربي، اللولو روسو، الايسبرغ، أي نوع خس متوفر عندكم أنتم حابين تضيفوها لهي الوصفة، أو أي نوع من الأعشاب أو الورقيات الخضراء حابين تضيفوها كمان بيمشي الحال. بس مثل ما قلت أنا اليوم عم بستعمل الخس والجرجير والنعناع. النعناع تركته ورق، حتى الجرجير يعني تركتهم هيك ورقات كبيرة، حبيتوا تفرموها ناعمين كمان، يعني كله بيزبط. بالنسبة للصوص عندي هون لبن، رح ضيف على اللبن، رح بلش بتحضير صوص أو الدريسنج اللي رح نستعمله مع السلطة. عندي الليمون، رح ضيف الليمون على اللبن، ورح ضيف كل البهارات، بعدين آخر شيء رح ضيف الطحينة. وقبل البهارات عندي هون الثوم، أنا كتير بحب الثوم مع صوص الطحينة، يعني بحس إنه عن جد بيعطيها طعمة كتير طيبة. اللي ما بحب الثوم كتير ممكن يحط شوي صغيرة، ممكن يستبدل الثوم الفريش بثوم بودرة، بس عن جد نصيحة حطوا ثوم مع صوص الطحينة بيطلع كتير أطيب. عندي كمون، عندي بابريكا، وعندي رح أضيف أكيد ملح، ورح أحط فلفل. قبل ما أقلبهم رح حاول قلب الكمون مثل ما قلت، يعني بتضل عيني عليه. هو اصلا يعني الكمون ببلش يطلع هيك ريحه اول ما انه خلص، يعني هو لحاله بيقلنا انا صرت جاهز، بتصير الريحه كثير قويه ويبلشوا الحبات هيك يطقطقوا شوي. هون رح امزج اللبن، العصير الليمون، الثوم والبهارات اللي حطيناهم، بعدين رح بلش ضيف الطحينه. هلا النسبه بشكل عام يعني انا بحب انه طعمه اللبن وطعمه الطحينه الاثنين يكونوا ظاهرين بالصوص. احيانا بندوق صوص بنحس انه طعمه الطحينه هي اللي طاغيه، او بنحس انه طحينتها قليله، فانا النسبه اللي بستعملها هي مقدار من اللبن مع نص مقدار من الطحينه، يعني هيك بحس هي النسبه عن جد بتعطيني الطعمات اللي انا بدي اياها. هلا هون الصوص رح ضيف قسم منه على الخضار أو الورقيات الخضراء اللي محضرتها هون، رح أضيف قسم ورح أترك قسم تاني بعد ما أحط الزهرة، بعدين رح أرجع أحط باقي الصوص. هلأ دائما أنا بقول أنه يفضل أنه السلطات تتبل قبل التقديم، بس أنا مشان يعني تشوفوا نحنا كيف رح نتبلها. بتبل الورقيات اللي عم بستعملها بالأول، بعدين بحط الزهرة. هلأ بعد ما هلأ هون بلشت ريحة الكمون تطلع دغري رح قيمة وبلش حط. ومثل ما قلت يعني هي إذا الزهرة كانت لساتها هلأ طالعة من الزيت ولساتها سخنة أكيد النتيجة رح تكون أحسن. رح حط الكمون،
هلا رح احط الزهره فوق الصوص وبعدين رح ارجع احط باقي الصوص عليها. هلا اكيد النتيجه النهائيه رح تشوفوها بنهايه الحلقه، وبالفقره الثانيه رح نحضر سلطه الزهره المسلوقه للي ما بيحب الزهره المقليه. وهلا رح اترككم انا مع الصبايا، تابعوا باقي الفقرات وبشوفكم بالفقره الثانيه بوصفتنا الثانيه ان شاء الله. يسلم ايديك، يعطيكي الف عافيه. الله يعافيكم. يسعد صباحكم عن جديد، وصار الوقت لحتى نكمل وصفاتنا لليوم. نحن بالفقرة الأولى عملنا سلطة الزهرة المقلية وشفنا المقادير. هلأ هو بصراحة ما فيها الطريقة، يعني هي سلطة بالنهاية، بس حكينا عن المقادير. هلأ بهي الفقرة رح نحكي عن سلطة الزهرة المسلوقة، اللي ما بيقدروا يأكلوا الزهرة المقلية أو مثلا حابين أنه يأكلوا شيء خفيف أكثر من أنه تكون مقلية، جهزنا سلطة الزهرة المسلوقة. هلأ أنا أكيد سلقت الزهرة. سلق الزهرة بيختلف عن سلق البطاطا. نحن البطاطا يعني دايما بقول أنا بالوصفات اللي فيها بطاطا إنه منحط المي وهي باردة مع البطاطا ومنحطهم على الغاز لحتى تبلش تغلي المي، بعدين منخفف النار ومنتركها لتنسلق. الزهرة بدي أغلي المي، يعني المي لازم تكون وصلت لدرجة الغليان، بعدين أنا بكون مقسمة الزهرة بالقطع اللي بالحجم اللي بدي إياه وبنزلهم بمي مغلية. ما ضفت شيء كمان، يعني ممكن بهي الحالة أضيف شوية ملح، بس أنا ما ضفت لأنه أنا بحب دائما أحط هاي القصص مع التتبيل. الصوص اللي رح نقدمه مع الزهرة المسلوقة، عندي هون الطحينة تقريبا عندي كوب، رح أضيف عليه زيت زيتون تقريبا شي ربع كوب من زيت الزيتون، ورح حط العصير الليمون. هلا عصير الليمون يعني بيرجع حسب أنا قدي بدي تكون الطعمة حامضة. رح قلبهم. إذا حسيت إنه الزهر الطحينة سميكة شوي بدي خففها بمي سخنة، يفضل مي سخنة لحتى يعني تعطيني قوام مناسب أكثر. هلا أول ما بنبلش بنحط عصير الليمون بتبلش الطحينة عندي تسمك، فرح بلش ضيف مي، ومثل ما قلت يفضل تكون المي سخنة لحتى تعطيني هذا القوام الكريمي الناعم. طبعا بضل ضيف مي لتوصل للقوام اللي بدي اياه، ما بدي اياها كثير مريئة ولا كثير سميكة، يعني بدي القوام يكون يعني هيك بالنص. البهارات اللي بدي استعملها عندي كزبرة وكمون وملح وفلفل، وكمان رح احط شوية ثوم. انا كثير بحس انه الثوم بيلبق مع الطحينة، فدائما بتلاقوني بالصوصات اللي فيها طحينة بضيف ثوم. اللي ما بحب الثوم اكيد في ما يضيف. مثلا انا اذا بدي جهزها من قبل بوقت ممكن الثوم يعمل لي هيك طعمة، يعني مثلا انا مجهزة الصوص من قبل بيوم بدي استعمله ثاني يوم، ممكن الثوم الفريش يعمل هيك طعمة مانا كثير طيبة، فبهيك حالة ممكن ما اضيف الثوم او استبدله ببودرة الثوم. هلا هون يعني تقريبا قربنا نوصل للقوام اللي بدنا اياه. قبل ما ارجع اضيف كمان مي رح بلش احط المكونات الثانية. مثل ما قلت عندي الثوم الفريش المهروس ناعم، رح اضيف كمان عندي ملح لانه هي المكونات كمان رح ترجع تسمك لي الصوص، فرح اضيفهم وارجع اشوف اذا لساتها بحاجه مي او لا. رح اضيف الفلفل، وعندي كمون، وعندي الكزبره اليابسه الناعمه. رح ارجع اخلطهم، وهلا رح اشوف القوام النهائي كيف رح يطلع اذا لسه بدها مي، بس انا حاسه لسه بدها شويه مي. هلا بهذا الصوص ما استعملنا اللبن، فيني استعمل لبن بدل المي طبعا، بس انا حبيت يعني انه نعمل كل صوص مكوناته يعني شوي فيها اختلاف عن الصوص الثاني. هلا الصوص اللي حضرناه بالفقره الاولى فيني استعمله مع هي الوصفه، او بالعكس يعني حتى هذا الصوص ممكن استعمله مع الزهره المقليه. هلا هون صارت جاهزه. هلا اللي رح اعمله اللي بيحب الحاد رح قيم شوي من الصوص وضيف عليه هون شوية تباسكو. عندي هون الصوص الحاد رح قيم شوي حط عليه هون تباسكو خلطهم. هدول رح ضيفهم آخر الشي مثل ما قلت للي بيحب الحاد ممكن إنه يعمل هذا الخليط. باقي الصوص اللي جهزناه رح حطه بالخلاط وضيف معه بقدونس. هلأ هذا الحاد رح قلبه وضيفه آخر شيء. هذا الصوص رح حطه بالخلاط مع بقدونس فريش.
إذا ما عندي خلاط ممكن أفرم البقدونس بشكل كتير ناعم وضيفه على الصوص، بس خلطه بالخلاط رح يعطيني لون هيك أخضر كتير حلو. أنا اللي بقي عندي إنه أنا أخلط الصوص مع البقدونس بالخلاط، رح أخلطهم كتير منيح، أكيد رح تشوفوا النتيجة النهائية بآخر الحلقة كيف رح يطلع عندي هيك صوص لونه أخضر، ورح ضيف الصوص على الزهرة المسلوقة، وبعدين رح حط التباسكو مع الطحينة اللي حضرناهم. أكيد هاي التفاصيل كلها رح نشوفها بنهاية الحلقة، لوقتها رح أترككم مع نور وماري، تابوا باقي الفقرات وبرجع وبشوفكم بآخر الحلقة إن شاء الله. شكرا كتير لك يا شيف، يعطيك العافية. يسعد صباحكم عن جديد، صرنا بآخر الحلقة وأكيد صاروا وصفاتي جاهزين. هي وصفاتي بشكلهم النهائي، يعني وصفات خفيفة، اللي بيحب الزهرة عن جد رح يحبهم كتير، ورح يحب يقدمهم بهي الطريقة. يعني أنا بتوقع إذا بتقدمهم بهيك طريقة ما رح يعرفوا شو المكونات، بس رح يشوفوا أطباق كتير شكلها حلو وأكيد كتير طيبة. بالنسبة للرمان اللي استعملته اليوم، أكيد نحن هلأ مو بموسم الرمان الفريش، استعملت الرمان المجفف، بيعطي شكل حلو للطبق، و بالاضافه لطعمه حموضه عن جد كثير طيبه وبتلبق مع باقي النكهات. بتمنى يكونوا اطباق اليوم حبيتوهم وجربوهم اكيد، وتخبرونا وبشوفكم بكره بوصفه جديده ان شاء الله. شكرا كثير، العافيه. الله يعافيك.